حكامنا إن تصدوا للحماقة تحاموا، وإن تصدى له المستعمر سحبوا. هل كانت الصدفة أن تكون الكلمات لشاعر أعمى ويؤديها مغن أعمى أيضا، أم أنه قدر أبصر ما لا نبصر وأدرك أن هؤلاء يرون ما لا نرى أيضا؟ إن السماء ترجى حين تحتجب. البردوني استراحت بين كلماته أوجاع بلد متخم بالجراح، فظل محمولاً في نصوصه وكتبه، متلمساً جراحه بأنامل قلبه وقيمه الفكرية والروحية. يا بلاد التي يقولون عنها، يا بلادي هذا الربا والسواقي في بلوعي تنهدات شوادي، إنما من أنا وليس بكفي مدفع، والتراب بعض امتدادي. ربما كنت فارسا لست أدري، قبل بدء المجال مات جوادي. جواب عصور لم يتوقف هو الذي سافر شعرا من أرض بلقيس على طريق الفجر إلى مدينة الغد والأيام الخضر، قبل أن ترهقه وجوه دخانية في مرايا الليل، حتى جاءه زمان بلا نوعية، رحلة شاقة حمل فيها اليمن وحملته قبل أن ينطفئ قلبه بعد عينيه ويرحل. 19 عاما إذن منذ وفاته، لكن أشعاره لا تزال سيدة وقتها، تفك أحجيات الزمن الرديء ويوميات اليمني الذي احتفى بها كل بطريقته، وبات حاضراً في تفاصيل ويوميات اليمنيين بعد أن صارت نصوصه وأبياته الشعرية أيقونات يومية للمثقفين والبسطاء على حد سواء، بل وصارت مفاتيح لتحولات كثيرة خلال السنوات الأخيرة. هو الذي فقد بصره في 6 من عمره، وعانى من قسوة الاضطهاد السياسي والمعيشي، وسجن مرات عدة، لكنه ظل ثابتاً في مواقفه الوطنية رغم الرياح السياسية التي عصفت بالبلاد. غير أن البردوني يظل لدى اليمنيين شيئاً آخر، اليمنيون الذين اختلفوا على كل شيء، ظل البردوني أكبر من كل الخلافات. يكاد يكون البردوني 3 حاضرين في وجدان اليمنيين إلى جانب الشهيد الحمدي والفنان أيوب طارش. لقد ترك إرث البردوني آثاره في الأجيال اللاحقة له يقرؤون مأساتهم بين كلماته. وكيف كنتم تنوحون الرجال بلا نوح، نموت كما نحيا بلا رشد، فوج يموت وننساه بأربعة، فلم يعد أحد يبكي على أحد، وفوق ذلك ألقى 1000 مرتزق في اليوم يسألني ما لون معتقدي، بلا اعتقاد وهم مثلي بلا هدف، يا عم ما أرخص الإنسان في بلدي.